في خطوات جادة تسعى فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص إلى تشكيل تحالف أوروبي رباعي في ليبيا والبحر المتوسط، خاصة مع تزايد التدخلات التركية في الحدود البحرية التابعة لتلك الدول بطريقة غير قانونية. وفي هذا الصدد قررت دول الائتلاف الأوروبي عقد تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة، كما اتفقت على تسهيل عملية استخدام الموانئ فيما بينها، حيث أن الاتفاق شمل أيضاً تأمين الشركات التابعة لتلك الدول خلال عمليات البحث عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط. وجاءت هذه القرارات بعد تصريحات وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الذي أكد أن تركيا ستكون قادرة على بدء أنشطة التنقيب عن النفط في ليبيا في غضون 4 أشهر بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حكومة الصخيرات. كما أوضح أن السفينة فاتح ستبدأ أول حفر لها في البحر الأسود في 15 يوليو في موقع التونة 1، وذلك بعد أعمال التطوير والصيانة. يشار إلى أن هذا التصاعد الأوروبي جاء ردا على المناورات البحرية التي تقوم بها تركيا للتنقيب على الغاز على الحدود البحرية التابعة لدول أوروبية، وذلك بعد فشل لهجة التحذير والتلويح بالعقوبات التي لم تعد تجدي نفعا مع سياسة أردوغان.